Good afternoon, 47. Your target is Xander Haverfolk, attaché at the Swedish consulate in Marrakesh. We are expecting him to meet a courier in the city to facilitate the transport of a consignment of diamonds on behalf of Klaus Hugo Strandberg. You must both retrieve the package and eliminate the target. We have been unable to obtain any information on where this package is located, so you will need to shadow either the target or the courier to discover its location. The clock is ticking, 47. Good luck. Good afternoon, 47. The situation in Marrakesh is unstable, and we believe a coup is imminent. This will provide cover for your operation. Our intelligence indicates the target entered the Swedish consulate, but has not been spotted since. The courier is already at the cafe in the city center. Good hunting. السلام عليكم شباب، سعيد بلقائكم الجديد على قناتكم وجبة خاصة بألعاب فيديو ومهمة أخرى إلوسيف تارجتس، أو عبارة عن هدف متملص أو مراوغ سموها كما شئتم. نعود من جديد لمراكش، وأتذكر أنه أول يعني مهمة إلوسيف تارجتس قمت بها هنا بمراكش، يعني لم أقم بتسجيلها، كانت مجرد يعني تجربة، أول تجربة أخوضها في إلوسيف تارجتس، ولم أكن يعني أتصور إلى أي حد سوف تكون هذه المهام هارد كور، يعني صعبة جدا وتتطلب منك يعني صبر ويعني متابرة كبيرين جدا جدا جدا. في تلك اللحظة كنت أحاول يا شباب أن أقوم يعني بإنجاز المهمة يعني باستعمال فقط السوت، يعني البدلة الخاصة بهيتمان، يعني لا أغير البدلة أبدا، لا أستعمل تنكرات، كنت أريد أن أنجزها بشكل جميل جدا، لكن في النهاية أفشلت كل شيء، وبالتالي بعد تلك المهمة أصبحت أعلم أنه هذه المهام، مهام الإلوسيف تارجتس، يجب أن تكون واقعية جدا. إن لم تكن لديك القدرة على إنجاز المهمة بالأونلي سوت، يعني فقط باستعمال البدلة، يعني دون استعمال التنكرات، فلا تحاول ذلك، لأنه المهم في الإلوسيف تارجتس أولا يعني كبداية، عندما تكون شخص كاجوال، يعني شخص يلعب اللعبة بين الفترة والأخرى، لست محترف ألعاب ستيل أو ألعاب تخفي وتسلل، يجب أن تلعب على قدراتك، يجب أن تستفيد من كل الفرص المتاحة، تقوم باستعمال التنكرات، تحاول تجنب أكبر قدر من المشاكل، ولا تحاول تقليد الأشخاص المحترفين، لأن الأشخاص المحترفين يمتلكون خبرة كبيرة جدا في ألعاب ستيلث أو ألعاب التسلل والمراوغة، وأنا كنت أحاول أن أقوم بالأمر لكنني فشلت في نهاية المطاف. لذلك فالعودة لمراكش الآن من أجل مهمة مراوغة، ومهمة عفوا هدف مراوغ أو هدف متملص، تعد يعني نوع من الانتقام أو نوع من تدارك الموقف، لذلك كنت مصمما على أن أقوم يعني بإنجازها بالشكل الصحيح، وبالتالي فقط حاولت يعني التركيز على التسجيل وعدم التعليق، يعني حاولت التعليق بشكل رجعي، يعني بعدي يعني بعد أن أقوم بتسجيل الحلقة كاملة بعد ذلك أقوم بالتعليق عليها. وتلاحظون أنني حاولت أولا الاستفادة من تقدمي من عملية الليفل ماسترين في المهمة، يعني تنجز المهمة مرات كثيرة، يعني المهمة الأساسية بمراكش حتى تفتح أماكن جديدة يمكن أن تبدأ منها اللعبة. وتلاحظون أنني بدأت من المقهى، لأنه هنا حيث يدور الاجتماع بين الهدف وبين مساعده الذي يقوم بجمع الألماسات التي تشكل كذلك جزء من المهمة، يعني لكي تدور عملية التنصت بشكل سليم. فتلاحظون أنني حاولت الاختفاء يعني والجلوس على المقعد، لأنه رئيس الخدم هنا في المقهى يتمكن من التعرف علي، ولذلك فحاولت الاستفادة من هذا الأمر، حاولت التخفي في الكرسي كما تلاحظون والجلوس وقراءة الجريدة إلى حين ينتهي الحوار بين الهدف وبين مساعده. الهدف في طبيعة الحال هو أحد الدبلوماسيين الملحقين بالسفارة السويدية، لكنه يتخذ ذلك الأمر كغطاء لكي يقوم يعني بعمليات متاجرة، يعني قمار إلى غير ذلك من الأمور غير شرعية. ومساعده الذي سوف أحاول تتبعه الآن، الذي يضع الرداء الأحمر أو القميص الأحمر على كتفيه، ذلك الشخص هو المسؤول عن جلب الألماسات، ولكي
أعرف أين تتواجد الألمازات وأحصل عليها، يجب أن أحاول تقفي أثره بشكل دقيق. دقيق ليس فقط يعني أعرف إلى أين يتجه، دقيق كذلك من حيث المسافة التي تتركها بينك وبينه، لأنه حذر بشكل كبير جدا، وهذا أمر ينطبق على لعبة هيتمان بشكل كبير جدا. أثناء المطاردات عندما تكون مفروض عليك مطاردة شخص، يجب أن تكون حذرا جدا، لا تقترب منه. إن اقتربت منه وتمكن من ملاحظة أنك تحاول مطاردته أو تتنصت عليه أو أنك شخص غريب الأطوار، سوف يقوم يعني بتغيير تصرفاته، ربما يقوم بأخذ لفة أخرى أو لفتين أو ثلاث لفات، وتتحول المهمة من مجرد مطاردة لمدة 5 دقائق أو 10 دقائق إلى مطاردة تمتد لثلاثون دقيقة أو 40 دقيقة. وبالتالي فهذا أمر مهم جدا. هذا الشخص يجب أن تترك بينك وبينه مسافة كبيرة جدا، وتحاول تتبعه يعني على مهل، تتأكد أين يذهب، ثم تترك المسافة الكافية بينك وبينه، لأنك إن اقتربت سوف تفسد الأمر. هذا هو الجزء الأول من المهمة، وهنا حيث تكمن صعوبة المهمة. يعني الصعوبة ليست تقنيا، يعني تقنيا الأمر بسيط، مبدئيا الأمر بسيط، يعني تتتبع شخص يأخذ الألماسات، تنتظر أن يتواجد في مكان خالي، ثم تستطيع يعني آنذاك التخلص منه وتقوم بأخذ الألماسات وتذهب لحال سبيلك، تذهب إلى الشخص الآخر الذي يجب أن تقتله، ثم تحاول عزله في مكان لوحده لا يراك أحد، أو تخترق يعني نوع من الأكسيدنت أو من يعني من الحوادث، وتقوم بقتله وتنصرف لحال سبيلك. يعني تقنيا أو مبدئيا يبدو الأمر بسيطا جدا. ها هو يعود يا شباب دون سابق إنذار، وبالتالي تلاحظون أنني حاولت أن أتسرع أو أسرع وأبتعد يعني عن مجال رؤيته حتى لا يراني وأفسد يعني عملية المطاردة. قلت أنه مبدئيا تبدو المهمة سهلة، لكن من الناحية التطبيقية المهمة من هذا النوع تتطلب صبر كبير جدا، وتتطلب مثابرة. وأظن أنكم كنتم شاهدين على إخفاقي في مهمة The Broker في فرنسا في باريس، عندما كانت المهمة من نفس الطبيعة، يعني مكونة من جزئين، بحيث أنك يجب أن تحصل في البداية على بيضة عاجية في مهمة The Broker، ثم بعد ذلك تتخلص من تاجر الأثريات. وهذا النوع من المهام صعوبته في الإلوسيف تارجت هو أنك بمجرد أن تقوم بإنجاز جزء من المهمة، يصبح مفروض عليك أن تكمل المهمة كاملة في تلك الحصة، في تلك السيشن. يعني لا يمكنك أن تخرج من المهمة مثلا، لأنه في مهام الإلوسيف تارجت أو الأهداف المراوغة أو الأهداف المتملصة، لا يمكنك أن تقوم بحفظ للعبة، ليست لديك أي أدلة يعني تقوم باتباعها، لكن بإمكانك إن لم تقم بقتل الهدف، إن لازلت لم تقم بقتل الهدف أو أنت لم تمت، يعني لأن موتك أو قتل الهدف ينهي المهمة بشكل نهائي، إن لم تقم بقتل الهدف أو لو تمت، يمكنك أن تقوم بالخروج من المهمة في أي وقت وتقوم بإعادتها من البداية. لكن في الإلوسيف تارجت التي تتكون من هدفين، بمجرد أن تنجز الهدف الأول، يعني مثلا أحصل على الألماسات، سوف أكون مجبرا على قتل الهدف أو سوف يسجل خروجي من اللعبة على أنه فشل، ولن أتمكن من إنجازها أبدا. كذلك الأمر كان قد حدث معي في فرنسا، عندما حصلت على البيضة في البداية بشكل أنيق وجميل، أصبح من المفروض علي أن أكمل المهمة. وبالتالي ما يحدث عادة هو أنك تستنزف كل الجهد في المرحلة الأولى، يعني مرحلة مثلا الحصول على الألماسات هنا أو الحصول على البيضة في مهمة فرنسا السابقة The Broker، وعندما تأتي للجزء الثاني الخاص بقتل الهدف، يعني يبدأ ذلك التعب الذهني يتحول لنوع من التسرع وارتكاب الأخطاء، وهذا أمر يعني من الصعب جدا أن تقوم بتسييره، ليس من السهل تسيير الجهد الذهني، لأنك عادة ما تتجه بشكل طبيعي وعفوي لبذل كل الجهد في البداية لإنجاز الأمور بشكل أنيق. سوف تلاحظون كذلك في هذه المهمة، يعني كدت أن أفسد المهمة في وقت من الأوقات لأنني بدأت أتسرع. يعني في البداية سوف تلاحظون الآن أنني أنجز عملية التعاقب بشكل سليم جدا وأنيق جدا، وسوف أحصل على الألماسات إن شاء الله بعد قليل بشكل جيد، لكن عندما سوف أتجه للجزء الموالي، الجزء الخاص بعملية القتل، هناك سوف أرتكب خطأ يعني فادح، سوف يكون يعني تقريبا قاتلا لولا يعني تمكنت يعني من القيام يعني بحركة جيدة وقمت بتجنب يعني الكارثة. إذن لاحظتم الآن كم هي يعني عملية الملاحقة طويلة. الآن أخيرا يصل إلى الشخص الذي سوف يسلمه الألماسات، يجب أن أبقى بعيدا يعني
عن مجال يعني رؤيته، وأنتظر إلى أن ينهي الحديث ويحصل على الألماسات، ثم بعد ذلك أقوم بمطاردته مرة أخرى لأعرف إلى أين سوف يتجه بتلك الألماسات. يعني مهمة طويلة جدا، والأكثر يعني إشكالا من ذلك كما قلت هو أنك مجبر على أن تقوم بكل شيء في حصة واحدة. يعني الأمر قد يصل للساعتين من العمل المتواصل يا شباب، إن يعني إن كنت يعني شخص عادي، يعني لست محترف ألعاب، يعني ألعاب تسلل وتخفي. إذن الآن بما أنه أخذ الألماسات، يعني أصبح يعني ليس بالخطير جدا أن تقف قريبا منه لأنه حصل عليها، وبالتالي يمكن أن تقترب أكثر وتلاحظ هل سوف يمنحها لشخص آخر أم سيذهب بها إلى مكان آخر. وبالتالي فكما تلاحظون حاولت البقاء قريبا، وبالتالي اكتشفت أنه الآن يتجه كما ترون إلى المدرسة. يعني لديه علاقة كذلك مع الجنرال، ربما عبارة عن ربما علاقة ثلاثية بين الملحق في السفارة السويدية والجنرال الذي يتواجد في المدرسة هو وجنوده، وهذا الشخص الذي ربما يوصل الألماسات بينهم أو يقوم بجمعها من يعني من السوق لفائدتهم. إذن بعد ذلك ما خطر ببالي، يعني الفرصة التي حاولت استعمالها هي الحصول على المفتاح الخاص بمدير المدرسة القديم، وبالتالي أنا جئت هنا إلى المنزل الخاص به الذي يتواجد به محل في الأسفل، محل تجارة في الأسفل، وهو يجلس في الأعلى يقوم بكتابة رواية أو شيء من هذا القبيل، وهذا ما حاولت القيام به. يعني عادة ما تأتي إلى هنا سوف تجد يعني في المهمة الأساسية تجد أن ابنه يتحدث إلى أحد الفتيات هنا في الشارع، وبالتالي تكون فرصة مواتية لكي تدخل إلى المحل دون مشاكل، دون أن يلحظك أحد، وخصوصا الشق الخاص بأن تتسلل إلى داخل المنزل، لأنه عادة الدخول إلى المحل ليس به مشكلة، لكن أن تتسلل هنا إلى الدرج وتصعد هنا حيث يجب أن لا يراك أحد. كذلك هنا يجب أن تتذكر أنه الهدف يأتي أو الهدف في هذه المرحلة، يعني المدير يأتي لكي يقوم بإلقاء نظرة من أعلى السلالم، وبالتالي يجب أن تكون حذرا وترى هل يتواجد هنا أم لا لكي لا يتم كشف أمرك في مرحلة أنت غني عن مثل هذه المشاكل البسيطة التي قد يعني تفسد يعني ذلك التركيز يعني الذي تحاول إدارته بشق الأنفس. إذن سوف أحاول أن أنتظر إلى أن يلتف إلى الجهة الأخرى، وأحاول أن أصعد وأتخلص منه بشكل سريع وأحصل على المفتاح، لأن المفتاح هو ما يهمني في هذه المرحلة. أريد أن أدخل إلى المدرسة بشكل سليم، لا أريد أن أخسر وقت في يعني في البحث عن تخفي خاص بجندي مثلا. أوكي، هنا تلاحظون أنني يعني من المشاكل التي جعلتني يعني أفسد المهمة في هذه الحصة، أو كنت أفسد المهمة، يعني لم أفسدها في نهاية المطاف، كنت أفسدها، هو مسألة التصويب. مسألة التصويب في بعض الأحيان قد تخلق مشكلة، خصوصا باستعمال مثلا القنينات أو يعني أدوات يتم رميها، خصوصا عندما يتحرك مثلا الهدف أو يقوم يعني العميل 47 بالتحضير لرمي الشيء، يعني يعطي انطباع وكأنك فقدت التوجيه أو فقدت اللوك على الهدف، يعني التصويب على الهدف. وفي بعض الأحيان يكون الأمر فقط خادعا، وفي بعض الأحيان يؤدي الأمر إلى أن تغير يعني الوجهة لأنك تنخدع بالحركة، فتصبح يعني قد أخطأت الهدف ووجهت إلى مكان آخر، وهذا ما سوف يحدث، سوف ترون ذلك لاحقا. المهم الآن وصلت إلى محيط المدرسة، وسوف أحاول أن أصل بشكل سريع إلى الباب الذي أمتلك المفتاح الخاص به. يعني هذه الأشياء، هذه الطرقات تصبح على معرفة بها عندما تؤدي المهمة الأساسية في المنطقة، في منطقة مراكش، وتقوم بأدائها مرات متكررة لتحقيق الأوبورتينيتيز أو يعني الفرص المتعددة بأشكال مختلفة لإنهاء المهمة، تصبح يعني على معرفة بالممرات. وبالتالي فدعونا نقول أنه الإلوسيف تارجت، لاحظتم معي الآن الكلام الذي كنت أتحدث عنه، في اللحظة التي أخذ العميل 47 القنينة أو يعني العلبة المعدنية وأراد أن يرميها، بدأ وكأنه فقد التصويب على الهدف. وفي هذه المرحلة في بعض الأحيان قد تنسى هذه المسألة، فتقوم يعني في آخر لحظة بتغيير الوجهة، فيؤدي الأمر إلى أن تخطئ الهدف ويكون الخطأ قاتلا، سوف ترون ذلك لاحقا. قلت أنه في هذه المرحلة هنا عندما ندخل سوف نحاول التسلل ومحاولة معرفة إلى أين يتوجه الشخص الذي يحمل
الألماسات بطبيعة الحال لا يجب أن تقوم بقتله، لأن قتله سوف يؤدي إلى بيناليتيز، يعني نقص في النقاط، يعني كجزاء على يعني إخطائك وقتلك لشخص يعني بريء بين معقوفتين. هو يعني جزء من النظام الإجرامي، لكنه ليس منصوص عليه في العقد، وبالتالي لا يجب أن تقوم بقتله. لذلك يجب فقط أن تقوم بإفقاده الوعي، تخلص منه بطريقة أو بأخرى، ثم بعد ذلك تحصل على الألماسات وتنصرف لحال سبيلك. يعني هناك بعض الأشخاص من لا يهتمون بهذا الأمر، يقوم بقتل الجميع، لا مشكلة لديه، لكن أحاول ما أمكن أن أحافظ على السكور، يعني أن أحافظ على التنقيط النهائي، أحاول أن أحصل على أفضل تنقيط ممكن يا شباب. إذا بالرغم من أنني أستعمل الآن هنا زي العسكري، إلا أن هناك العديد من الأشخاص القادرين على التعرف علي، وبالتالي فهذا أمر يعني يفرض علي أن أكون حذرا. لذلك أستعمل الحدس الخاص أو الفوكس الخاص بالعميل 47 لكي أعرف أين أذهب ومن أتجنب، وكذلك لأنني لازلت أبحث عن الهدف، أين يتواجد، أين يتحرك، لحدود الساعة لا يظهر. أحاول أن أرى في جميع الجوانب. يجب أن تحدد أولا مكانه قبل أن تتحرك، وإلا فقد تخطئ يعني مكانه، أو قد لا يكون بالمرة هنا. إذا يظهر أخيرا يا شباب، يتواجد في تلك الغرفة أو كان في تلك الغرفة وهو يخرج منها الآن. وحاولت في البداية أن أقوم يعني باستدراجه باستعمال قطعة نقدية، لكن للأسف لم تكن المسألة ناجحة، لأن أحد الجنود كان ينظر إلي من خلال الباب. لحسن الحظ أنه ليس بجندي قادر على التعرف على حقيقتي أو على هويتي الزائفة، لذلك فقد مرت بأمان. تلاحظون يعني في بعض الأحيان ترتكب بعض الحركات أو بعض الأخطاء بشكل يعني متسرع. إذا بما أنه نزل، حاولت أن أقوم يعني بتفحص الممرات بشكل جيد ودراسة حركات الجنود بشكل جيد، خصوصا القادرين على التعرف علي. ثم بعد ذلك أتيت إلى الغرفة التي تواجد بها، وحاولت أن أرى هل بإمكاني الحصول على فرصة لإمساك به، وبدت لي هذه المنطقة جيدة. لذلك قمت برمي القطعة النقدية لاستدراجه والاختباء هنا خلف الخزانة، وكانت يعني فرصة يعني فيها مخاطرة لكنها جيدة بالنظر إلى عدد الحراس الكثيرين هنا جدا. وبالتالي فبعد أن تقوم بالقضاء عليه، يعني تحاول أن تقوم يعني بجذبه إلى أقصى حد ممكن، إلى الخلف خلف الخزانة، بما أنه لا يمكن أن تقوم بسحبه في الأرجاء يعني بحثا عن مكان تقوم يعني بوضعه به. لذلك حاولت فقط سحبه من الأرجل ووضعه هنا في هذا المكان، لكي يكون يعني بعيدا عن الأنظار إلى يعني إلى أقصى حد ممكن يا شباب. يعني هذا هو ما حاولت القيام به. ثم بعد ذلك بحثت عن الألماسات. الآن كما سوف تلاحظون، مجرد أن تأخذ الألماسات يعني إلى حدود الساعة، لازلت غير مفروض علي أن أنهي المهمة في هذه السيشن أو في هذه الحصة، لكن بمجرد أن أخذت الألماسات الآن مفروض علي أن أقوم بقتل الهدف، بقتل كساندر. الآن يجب أن أذهب إلى القنصلية وأحاول التخلص من كساندر، وهنا حيث سوف تبدأ المشاكل، لأنه سوف تبدأ نسبة التركيز بالتناقص يا شباب، وسوف تلاحظون ذلك الآن. إذا عندما تقوم بالحصول على الألماسات، تحاول الخروج بشكل آمن، يعني لا تحاول أن تتسرع. هناك بعض الأشخاص القادرين على التعرف عليك، وبالتالي أدرس حركاتهم ببطء شديد وبجودة إلى أن ترى أنه الممر سالك، ثم بعد ذلك تخرج من نفس الطريق الذي دخلت منه بكل أمان، خصوصا أنك الآن تمتلك يعني اللباس العسكري الذي سوف يكون مفيدا في الدخول إلى القنصلية من دون مشاكل. وبالتالي فنصيحتي دائما، أحصل على الألماسات، ثم بعد ذلك تعال إلى القنصلية باستعمال التنكر الخاص بالجنود لكي تقوم بإنجاز المهمة. بالمناسبة يعني قبل أن ندخل، بإمكانك أن تقوم بإنجاز المهمة كاملة باستعمال زي الجندي، أو باستعمال زي شرطي، أو أي زي آخر. فقط يجب أن تكون حذرا في التعامل مع الأشخاص القادرين على التعرف عليك، ويعني جعلهم مثلا ينتبهون إلى أشياء أخرى في أماكن أخرى بين الفينة والأخرى، حتى تتمكن يعني من مرور المكان الذي يقومون بحراسته. أنا ما كنت أحاول القيام به في المهمة، هو أنني كنت أحاول أن أستغل التنكر الخاص
بالماسور أو الشخص المسؤول عن المساج، وبالتالي أو المدلك يعني بالعربية، وهو يتواجد هنا. لكنني أفسدت الأمر، يعني سوف ترون الآن كيف أنني سوف أفسد الأمر. يعني الأمر كان بإمكاني أن أنجزه بشكل أنيق وجيد، لكنني أفسدته يعني برعونة. ما كنت أحاول القيام به هو أن أقوم بالتخلص من الشرطي الذي يخلق المشاكل هنا كما تلاحظون. كنت أحاول أن أتخلص منه بشكل سريع هكذا، أقوم بضربه كما سوف تلاحظون، ثم بعد ذلك أقوم يعني بضرب المدلك كذلك بشكل سريع هكذا. تلاحظون العملية التي قمت بها. هذا ناتج عن المشكلة التي شرحت لكم من قبل، هو أنك تخاف من القيام يعني بعملية التوجيه الخاطئة فتقع في الخطأ، وهذا ما قمت به وهذا ما أفسد علي المهمة. خطأ آخر هو أنني قمت بالتنكر بشكل مباشر، كان علي أن أقوم بإدخاله أولا، أن أحرص على إدخاله. خطأ آخر قمت به كذلك هو أنني قمت باستعمال يدي لكي أقوم بإسقاطه، كان علي أن أقوم يعني باستعمال مثلا المفك، لأنه كان سوف يمنحني سرعة أكبر في إسقاطه وإفقاده الوعي، وبالتالي أملك وقت أكثر لكي أقوم بتخبئته. هنا وقع الخطأ، وقعت المشكلة، اكتشفني الشخص الآخر، وكما تلاحظون أصبح يظهر على فوق العلامة، يعني قبل أن تتحول إلى هانتد كانت تظهر كومبرومايزد، وهي تظهر الآن كذلك. كومبرومايزد تعني أن هذا التنكر الذي تلبسه لم يعد صالح. الجميع يعلم بأن هذا الشخص ارتكب مشكلة باستثناء هذا الشرطي. لماذا الشرطي لا يعلم بذلك؟ لأنه كان نائما عندما وقعت المشكلة، يعني قمت بإسقاطه قبل أن ألبس هذا التنكر الخاص بالمدلك، وبالتالي فهو لا يعلم شيء. بينما الأشخاص الآخرون في الخارج تلاحظون أنهم يظهرون باللون الأبيض، وبالتالي فهذا اللباس كومبرومايزد. يجب أن تنتبه دائما في هيتمان عندما تلبس تنكر معين أن ترى ما هو مكتوب في الأعلى، هل هذا اللباس كومبرومايزد؟ يعني الجميع يعلم بأنه زائف وبأن الشخص الذي يرتديه ارتكب خطأ معين، أم أنه لباس سليم وبالتالي تظهر مثلا فقط سيرشن، يعني الجميع يبحثون عنك لكن لا يعلمون كيف تبدو. وبالتالي فهذه مسألة مهمة جدا يجب أن ينتبه إليها كل شخص يلعب هيتمان. عندما تظهر لديك كلمة compromised معناها أن هناك أشخاص رأوك ترتكب أفعال غير صائبة بهذا اللباس، وبالتالي أصبح تقريبا غير صالح يعني بالنسبة للتنكر أمام هؤلاء الأشخاص، وهذا ما حصل مع لباس المدلك، وبالتالي سوف أحاول التخلص منه لأنه لم يعد صالحا. وبالتالي فالاستنتاج الذي يمكن أن يعني نجنيه من هذه اللحظات الصعبة جدا التي عشتها هنا، يعني لولا ردة الفعل يعني وتفكيري في أن أختبئ حتى تمر العاصفة، يعني لكنت قد فقدت الهدف المتملص. يعني وحضر الجنود والحراس بشكل كبير وقاموا بالتخلص مني، لكن كما قلت ما الذي يجب أن نأخذه كعبرة من هنا؟ دائما في عمليات التخلص الثنائية، يعني تريد أن تتخلص من شخصين أو ثلاثة وتكون هناك بالفعل فرص يتحركون بشكل منسق يمكنك يعني من التخلص منهم، دائما دائما يا شباب حاول أن تستعمل الطرق الأكثر أمانا والأكثر يعني دعونا نقول بساطة في الإنجاز. يعني مثلا هؤلاء الأشخاص لو أنني قمت بالفعل برمي المفك على الحارس ثم ركضت بشكل سريع واستعملت مثلا المفك كذلك لكي أقوم بضرب يعني المدلك وقمت بدفع الاثنين في الخزانة وأقف وأنتظر إلى أن يمر الشخص ذو البدلة السوداء، كنت يعني سوف أمر مرور الكرام دون مشاكل. هنا تلاحظون أنني بما أنني أعلم مكان تواجد الكاميرات أردت التخلص منهم حتى لا يشكل الأمر مشاكل بالنسبة لي. وبالتالي فهذه هي الخلاصة، دائما استعمل الطرق الآمنة والأكثر يعني دعونا نقول
لديها نسبة نجاح كبيرة جدا وسهلة في التنفيذ لكي تقوم بعمليات يعني تخلص أو قتل معقدة في لعبة هيتمان، خصوصا في الأهداف المتملصة أو الأهداف المراوغة، لأن كل خطأ يكون قاتل ومكلف جدا. إذا الآن بعد أن تخلصت من المشكلة الأولى وأخذت وقت يعني في التنفس، تخلصت من الكاميرات حتى أتحرك بحرية أكبر، أفضل طريقة لكي أصعد لأعلى دون مشاكل تقريبا أو لتقليل من المشاكل لأقصى حد ممكن هو استعمال التنكر الخاص بعامل التنظيف، والذي سوف أحاول الآن التخلص منه بشكل يعني سلس دون أن أثير أي شبهات وأحصل على التنكر الخاص به. لذلك أتيت إلى هنا إلى المطبخ أو إلى مكان اجتماع عمال النظافة، هو مطبخ وكذلك مكان يتم تنظيف الأواني به كما تلاحظون، وبالتالي سوف أنتظر إلى أن يذهب الشرطي أو الحارس أو حارس الأمن، ثم بعد ذلك أستغل الفرصة لكي أقوم يعني بالتخلص من أتخلص من عامل النظافة وأحصل على التنكر الخاص به، لأنه سوف يكون المدخل الخاص بي للصعود لأعلى دون مشاكل. لأنه هنا خطأ آخر أرتكبه، يعني كان يجب علي أن أستعمل مثلا مفك براغي وأقوم بضربه على رأسي بشكل سريع وأقوم يعني بإخفائه في أسرع وقت ممكن، لأنه اللحظة التي أخفيته بها يدخل الشرطي الآخر. يعني لاحظوا معي كم من الأخطاء تستطيع أن تراها عندما تبدأ بمراجعة الأشياء التي قمت بها. يعني تقريبا دعوني أقول لكم شيء مهم، عندما تكون في إلوسيف تارجت تجنب أن تقوم بخنق الأشخاص بيديك، يعني مسألة تكلفك الكثير من الوقت. يعني ليس حتى في الإلوسيف تارجت، كذلك في المهام الأساسية استعمال أدوات يعني قوية للضرب على الرأس وإفقاد الوعي هو أفضل طريقة، لأنها تجنبك كل ذلك التأخر وتجعلك تصل بأسرع طريقة ممكنة إلى هدفك، تقوم بضربه، تسحبه، تقوم بإخفائه بشكل سريع جدا. بينما العملية الكلاسيكية يعني أن تمسكه في العنق في يعني في عنقه وتقوم بخنقه وإفقاده الوعي يأخذ الأمر يعني على الأقل، يعني لم أقم بحساب ذلك، لكن ربما 15 أو 20 ثانية، وذلك مكلف جدا عندما تقوم ببعض العمليات الدقيقة جدا. إذا هنا تلاحظون أن هناك بعض الأشخاص القلائل حراس يعلمون هوية عمال النظافة، وبالتالي يجب أن أتجنبهم. هناك شخص بالأعلى وكان هناك شخص بالأسفل، أنتظر إلى أن يذهب ثم بعد ذلك أصعد لكي يتم يعني تفحصي. تلاحظون أنني لم أحضر أي أدوات حادة أو أي يعني أسلحة، أحضرت معي فقط عصا الشرطة أو المطراك، لأنها يمكن تمريرها في عمليات الفريسك أو في عملية التفحص، وبالتالي فأنا أمر دون مشاكل كما تلاحظون وأصعد لأعلى هنا حيث يتواجد الهدف. الهدف كما قلنا هو ملحق في السفارة السويدية، وهو لا يفترق، هو والسفير السويدي. تلاحظون السفير السويدي يتواجد مباشرة في الأمام والهدف يقف إلى جانبه، وبالتالي يجب أن أجد طريقة أو أولا عفوا أولا مكان آمن أستطيع أن أتخلص منه في أو أتخلص فيه من الهدف، ثم بعد ذلك أفكر في الطريقة الأسلم لعملية التخلص. وبالتالي فتلاحظون التعقيد المتواجد في المهمة، وشخصيا صدقوني في هذه المرحلة كنت تقريبا قد استنزفت تركيزي الذهني بشكل كبير جدا، وأصبحت يعني دعونا نقول أنني أحاول فقط ألا أرتكب أخطاء، أحاول أن أنجز المهمة بأبسط طريقة ممكنة، ولا أحاول أن أبحث عن أي تعقيد أو أي ستايل. يعني لو كنت مثلا صعدت يعني بتنكر التنكر يعني المدلك، كنت سوف أنهي المهمة في هذه الغرفة بحيث يأتي السفير لكي يجلس هنا بينما يقف الملحق بالسفارة الهدف كزاندر فيكسر يقف في هذا المكان، وبالتالي تقوم بالتخلص منه بشكل آمن، ثم تقوم مثلا بإفقاد السفير الوعي كذلك وتضع الجسدين بعيدا عن الأنظار، ثم تخرج وتذهب في حال سبيلك. لكن الآن نحن مضطرون للقيام بالأمر بشكل مختلف واستعمال يعني كل ما تعلمناه. إذا المكان الذي اخترته للتخلص من الهدف هو هذه الردهة أو هذا الممر، لأنه معزول عن بقية القطاعات في السفارة، لا أحد يستطيع أن يراه باستثناء هذين الحارسين، واللذين يوفران يعني فرص جيدة للتخلص منهما. لذلك فقد فكرت في أن أتخلص من الهدف هنا. تلاحظون أن السفير يستطيع التعرف علي، وبالتالي أحاول تجنب أن يراني بشكل مباشر، وفقط لكي
أنتظر مروره ثم بعد ذلك أعود وأحاول أن أتخلص من الحارسين. إذن أول شيء أتفحص الردها بشكل جيد. الآن تلاحظون أنني ألعب أو أحاول إنجاز المهمة بشكل بيزك، يعني بشكل أساسي ورئيسي وبسيط جدا. أبحث عن مكان جيد لكي أقوم بالتخلص من الهدف. يبدو المكان هنا مناسبا، لا أحد يستطيع أن يرى. أقوم أولا بفتح الباب حتى يصل الصوت بشكل جيد، هذا أمر مهم جدا في لعبة هيتمان. أرمي القطعة النقدية، ينتبه الحارس، سوف يدخل لتفحص الأمر، يعني يرى ما الذي يحصل. سوف أقوم بالتخلص منه بعيدا عن الأنظار، وبالتالي ها أنا تخلصت من الحارس الأول الذي يقف في الردها. يعني المشكلة رقم واحد ذهب، لدي ثلاثة مشاكل يجب أن أحلها حتى أتخلص من الهدف. المشكلة الأول هو الحارس الذي يقف دائما في الردها، قمت بالتخلص منه. أخذ بعد ذلك المسدس، أقوم بإخفائه فقط زيادة في الأمان لا أقل ولا أكثر. يعني تقريبا لا أحد يدخل إلى هذه الغرفة، لكن فقط في بعض الأحيان تصبح يعني مهووس بالحذر بعد أن تقع في مشاكل، تصبح مهووس بالحذر. إذا قمت بالتخلص منه، بعد ذلك أنتظر يعني أن يدخل الحارس الثاني، يدخل من الباب من البوابة كما لاحظتم قبل قليل، وأقوم كذلك بالتخلص منه وسحبه إلى هنا. يعني هذا ما حاولت القيام به. سوف أتجه الآن إلى البوابة وأقوم بانتظاره. ها هو سوف يأتي الآن، يبدو أنه يتقدم، سوف تلاحظون ذلك في الخريطة المصغرة، يتقدم وبالتالي أنتظره وأحاول أن أرى هل سيمنحني فرصة لكي آتي يعني من الخلف وأقوم يعني بتسديد ضربة سريعة له. كما تلاحظون مرة أخرى أرتكب نفس الخطأ، يعني أقوم بخنقه. يعني دائما حاول تجنب الخنق يا شباب، ما دمت تمتلك أدوات تستطيع من خلالها أن تقوم ب يعني ب بإفقاد الشخص الوعي بشكل سريع جدا، تجنب الخنق. ضرب الأشخاص متى يكون سلبيا؟ يكون سلبيا عندما يكون أشخاص آخرون قريبون منك بشكل كبير، لأن ذلك يعطي صوت معين، وبالتالي فإن كان هناك أشخاص قريبون جدا مثلا على بعد متر مترين سوف يتمكنون من سماعك. لذلك يجب فقط أن تنتبه إلى أنه لا يوجد أشخاص في المحيط، وبالتالي تقوم حينها بضرب الشخص بشكل سريع. إذا الآن تخلص من المشكلة رقم واحد، المشكلة رقم اثنين تخلص منها كذلك، يعني الحارسان معا. الآن تتبقى المشكلة رقم ثلاثة، هو أنه السفير والهدف دائما يعني يرافقان بعضهما البعض، وبالتالي يجب أن أحدث بينهما فارق كبير من حيث المسافة حتى أتمكن من التخلص من الهدف. وهذا الأمر بسيط جدا، لأنه الهدف لا يستطيع التعرف عليه، وبالتالي فهذا منحني إمكانية أن أقوم يعني بتعرض طريقه ومنعه من التقدم، وهذا ما سوف أحاول القيام به. يعني مسألة بسيطة جدا ومن أبجديات يعني هيتمان، يعني يمكن أن تعرض طريق الأشخاص الذين تريد أن تخلق بينهم وبين أشخاص آخرين مسافة. كما تلاحظون أتعرض طريقه إلى أن يبتعد الهدف، ثم بعد ذلك الآن أصبحت أفكر بشكل جيد. ضربة سريعة على الرأس، أفقده الوعي وأسحبه بشكل آمن إلى الغرفة المظلمة، حيث سوف أقوم يعني بقتله بسرعة وأخرج بعد ذلك. إذن إلى حدود الساعة نحن نسير بشكل جيد، يعني بعد أن كنا في فترة معينة يعني على وشك أن نقوم بإفساد المهمة بشكل كامل جدا. يعني ما كان يزيد من توتري خصوصا في هذه اللحظات، يعني حتى بعد أن قمت بقتله كنت يعني متوترا بشكل كبير جدا، ويعني لا أستطيع أن أصف لكم، يعني كنت متوتر إلى حد كبير جدا، وأريد أن أخرج بأقصى سرعة ممكنة من السفارة وأنهي المهمة. لماذا؟ لأنه هذه الإلوسيف تارجتس يعني هي رقم 7 في الإجمالي الذي قمت بإنجازه، لكنها سوف تكون الخامسة لو يعني الناجحة، ولو نجحت بها سوف أتمكن يعني من فك يعني الحصار على أول، يعني دعونا نعبر عن الأمر بهذا الشكل، فك الحصار عن أول يعني الرداء أو بدلة سبيشال أو مميزة في لعبة هيتمان، وهي بدلة أبسولوشن الخاصة بهيتمان، والتي يعني هي لا يمكن أن تحصل عليها
الا ب يعني بانجاز مهام الالوسيف تارجتس، يعني لا يمكن تحصل عليها باي شكل من الاشكال، لا عن طريق شراء دي ال سي، لا عن طريق يعني انجاز اي اشياء اخرى. يجب ان تنجز مهام الالوسيف تارجتس. 5 تحصل على بدله الابسولوشن، و10 تحصل على بدله البلاد ماني، وبالتالي فمن الضروري ان تنجز مهام الالوسيف تارجتس الصعبه جدا. لذلك فقد كنت متحمس وفي نفس الوقت متوتر بشكل كبير جدا، وهذه اللحظه عندما يعني كنت في طريقي الى الخروج يعني كانت السعاده غامره جدا انني تقريبا انهي المهمه واتجه بشكل سريع الى اقرب مخرج، يعني لم ابحث عن اي مخرج اخر، اقرب مخرج هو المتواجد في السوق، سوف اتجه اليه بشكل مباشر واقوم بانهاء المهمه يا شباب، التي كانت صعبه بشكل كبير لكن في نفس الوقت ممتعه. عندما تنهي المهمه تحس بالفعل انك يعني انجزت شيء، بالرغم من انك تعلم انه كان بامكانك ان تنجزها بشكل افضل من هذا الشكل الذي انجزتها عليه، لكن لديك دائما ذلك الاحساس بالرضا. لماذا؟ لانك انجزت كل هذا تحت الضغط، وتحت الضغط هنا حيث يعني عفوا تختبر قدرتك يعني على إدارة المشاكل واتخاذ القرارات الصحيحة. يعني لو عدت للمهمة كاملة سوف ترى كم قمت يعني يعني ما هي القرارات الصائبة التي قمت بها، ما هي القرارات السيئة التي قمت بها، وتعلم إلى أي حد أنت تقوم بالأشياء بالشكل الصحيح عندما تكون مضغوط. يعني صراحة اختبارات جميلة جدا. إذا هنا في الريتين في النهاية التنقيط لم يكن سيئا بتاتا، يعني 91 بطبيعة الحال. تم رؤية الأجساد يعني على الأرض، وتم كذلك رؤيتي أنا أيضا، وبالتالي فقط 40,000 نقطة تقريبا. كنت سوف أحصل على حوالي 130,000 نقطة، وبالتالي كنت قريب جدا من المراكز الأولى. يعني لا بأس، 301 ترتيبي 301 يعني يظهر لكم يعني مدى صعوبة المهمة، وأن الجميع لم يكن قادرا على إنجازها بشكل سريع وبشكل آمن. كذلك تلاحظون أنه أقصى تنقيط هو 160,000، وهذا معناه أنه حتى الأشخاص الأقوياء في لعبة هيتمان لم يتمكنوا من إنجازها بشكل سريع جدا. المهمة طويلة بشكل يعني كبير، وتحتاج صبر وتحتاج متابرة، وبالتالي فأقصى ما تحصلوا عليه في التنقيط هو 160,000 بشكل مغاير يعني مع بعض المهام الأخرى من الإلسو تارجتس التي تجدون أنه البعض منهم ينجزها في 30 ثانية 14 ثانية. إذن أخيرا Absolution Suit with Gloves، مع القفازات أخيرا، اللباس الذي أو الرداء أو السترة التي كنت أبحث عنها أخيرا أحصل عليها، أو البدلة التي كنت أبحث عنها أخيرا أحصل عليها، وكنت سعيدا جدا بإنجاز هذا الأمر. إذن يا شباب أتمنى أن حلقة اليوم كانت جميلة، حاولت أن أرافقكم بالتعليق على المقطع الذي قمت بتسجيله وإنجازي للمهمة. أتمنى أن هذا التعليق كان مفيدا بالنسبة لكم بشكل كبير جدا، لأنه حاولت أن أسلط الضوء على الأخطاء التي يعني وقعت بها شخصيا أولا، والتي يعني من المعتاد جدا أن يقع بها أي شخص يعني يقوم بإنجاز مهام هيتمان. وأتمنى أن يكون هذا مفيدا بالنسبة لكم بالنسبة للأشخاص الذين يريدون خوض غمار اللعبة لاحقا. إذا لم يتبقى أن أقول لكم شكرا على حسن المتابعة، ونلتقي قريبا إن شاء الله في الفينالي سيزن، يعني نهاية الموسم الأول من لعبة هيتمان بما أنها أصبحت موسمية، حيث سوف نذهب إلى هوكايدو على ما أعتقد في اليابان لكي نقوم بإنجاز آخر مهمة هناك. إذا يا شباب لم يتبقى أن أقول لكم شكرا على حسن المتابعة، وألقاكم إن شاء الله في حلقة أخرى. السلام عليكم ورحمة الله.